السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كدايرين؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنساو تشتركوا في القناة. اللي مازال ما اشترك هذه هي القناة فاش خصو يشترك، واللي كان ديجا مشترك ما تنساوش اللي لايك، دائما اللي لايك البنات يعني. ونتمنى تبارطاجوها مع الحباب والصحاب باش تعم الفائدة. اليوم عندي لكم واحد الوصفة ديال الكيك رولي، يعني بالجينواز صراحة كيجي ناجح 100%، غير تبعوا التعليمات وان شاء الله يكون خير. نبداو على بركة الله. عندنا غنحتاجو 4 البيضات بحرارة المطبخ، غنحتاجو 120 غرام ديال الدقيق، ما يعادل يعني كأس مع مرش، باش لحقاش كاين الاخوات اللي كيقولوا لي ما تخدميش بالغرام، يعني راني حاولت نوفر لكم يعني الوسيله السهله صراحه، يعني كاس يكون ما عمرش تقريبا بصبع راه باين. وعندي 120 غرام ديال سنيده، يعني نفس العبار يعني الربع اللي خصو باش يعمر. غادي نحتاج هنا 5 د المعالق ديال الزيت، قرصة ملح، يعني خميرة حمراء وفانيا، كاع داكشي يعني جينواز ساهل وخفيف ظريف، يعني كيتوجد في رمشة عين، الا انه ضروري الضراب ديال الضو، ضروري الخلاط الكهربائي باش يطلع مع يطلع داك البيض ديال البيض، البيض ديال البيض بوحدو. هنا غادي نبداو على بركة الله، غادي نعزلو الصفر بسم الله من الابيض. انا حاولوا ما يدوز لكم حتى شويه ديال الصفر، لحقاش ملي كيدوز داك الصفر شو خاهر شويه راه ما كيطلعش الخليط، يعني مثلا كيبغي يتضرب لينا بحال حتى كيتعزل تماما داك الصفر ديال البيض. يعني حتى هذاك هذا الخط هذا اللي ما كيبغي يتحيد، غير ديروا ليه بحال هذا غيتحيد. هانتوما يعني راه كيتعزل تماما، هنا غنحتفظوا بالصفا، نديروا قرصه د الملحه، بسم الله. يعني هنا انا غادي نحبس لكم غير نطلع الابيض ونرجع لكم. كما تشوفوا انا هنا راني ضربته مزيان حتى طلع، راه يعني راه تقلبوا راه ما يتحركش معاك. باش تعرفوا واش طلع هنا مازال غادي نحتاجو بالضراب ديالنا، يعني غادي نديرو غير على وحدة صفر ونخلطو. Thank you.
هنا ما كنحبسوش الضراب، كنزيدو السكر شويه بشويه. يعني غير بالتدريج هكا صراحة راه كيطلع معكم جينواز يعني ناجح 100%. هنا كنزيدو الدرجة الثانية باش يدخل لينا السكر مزيان. كما كتشوفوا راني درت فيه 4 دفوع، يعني 4 المرات كنزيدو. هنا كنزيد فانيليا كامله، كنزيد خميره حمراء، هنا غنوقف باش نزيد 5 معالق ديال الزيت، عفوا بسم الله، ها وحده، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة. يعني راه 5 المعالق يكونوا عامرين مزيان. وهنا غنبداو نضربو، هنا كنكتفيو بالخلاط الكهربائي. غنحتاجو البانسو ديالنا، يعني غنحيدو هاد الجنب هذا الفوقاني باش ما كنغربلو الدقيق ديالنا، يعني دفعة دفعة. يعني هي الدفعة الأولى وكنستنى زاد تنهبطوا البانسو وكنطلعوها باش ما يخرجش لينا داك الهواء اللي كاين في الخليط ديالنا. الا هبط لينا هذا الخليط ديال الجينواز صراحه ما كيجيش الجينواز زوين، يعني حتى كندخلوا داك الدقيق تماما في الخليط عاد كنزيدوا خليط اخر، دقيقة أخرى عفوا. كما راكم تشوفوا دابا الدفعة الثانية، تنطلعو وتنهبطو من هاد الطريقة. هادي ضرورية في الجينواز، إلا جيتي غير كتحرك هكاك الجينواز ما كيجيش زوين الصراحة، كيجي مدقات وقاصح. تراي المره الثالثه دابا كنزيد الدقيق،
المره الرابعه ديال الدقيق والاخيره كما راكم تشوفوا. يعني طالعة ونازلة طالعة ونازلة، انت نازلة طالعة طالعة ونازلة، هكا كيبقى الجينواز شاد القوام ديالو وتبقاو يعني تملسوا التحت ديال السوبيري باش ما تخليوش التكتلات ديال الدقيق. وبالنسبه اللي بغا دير الجينواز بالكاكاو يعني كتقلل واحد الكميه ديال الدقيق كتعوضها بالكاكاو على حسب النسبه اللي بغات هي الدرجه ديال اللون ديال الكاكاو. بالنسبه اللي كيكون عندها الكاكاو يعني ذاك المور اللي كيكون مزيان يعني كتحيد معلقه كبيره راه كافيه باش تزيد معلقه اخرى ديال الكاكاو. نو غادي نجيبو السنيوة ولا الطاوة ديالنا كنخوي الخليط كما كتشوفو كيجي الصراحة غير المنظر ديالو زوين يعني كنخوي الخليط يعني انا ما كنتش الصراحه بغيت نخدم معكم اليوم الجينواز كنت بغيت نخدم معكم شي حاجه اخرى ولكن هذا الجينواز هذا تحت الطلب واحد الاخت والاخ يعني طلبوها خطره واحده كاين في فرنسا الاخ جمال والاخت رشيده تحيه ليهم من هنايا من المغرب وتحيه للناس كامل ديال المغرب واللي في براد المغرب وناس الجنوب يعني تحيه للناس كاملين من هذا المنبر هذا. شكرا بزاف المتتبعين يعني اللي هما كيكونوا الصراحه كيقولوا لك ديري الحاجه الا وانه ضايقين فيا انني غادي نديرها مزيان. شكرا بزاف شكرا لجميع المتتبعات والمتتبعين. هنا راه سالينا الجينواز غادي نضرب بالطاوة شوية باش يتقاد الجينواز. كما راكم تشوفوا نتلقاو بعد ما غيطيب. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالو من الاحسن ما تغفلوش على الفران لحقاش الجينواز 10 دقائق راه كيوجد كيف العاده كنشعلو لتحت كتحسوا به نشف يعني كتطفو داك التاه داك التحت كتشعلو شويه الفوق والا الا كان عندكم الفران ديال الغاز راه كتكونوا شاعلين غير التحت يعني كتطلعوا داك الطاوه الفوق وكديروا ملي كتسالو تشوفوا الجينواز ديالكم راه نشف معاكم كتهبطوا داك الطاوه لتحت باش كيتحمر شويه من الفوق يعني حاولوا عليه ما يتحرقش. هو معليش الا خدا داك اللون اكثر من الذهبي يعني اللي مهم هو هي ما يتحرقش وصافي. يعني نتلاقاو بعد ما كيطيب الجينواز ديالنا. كيف ما كتشوفوا احنا الجينواز ديالنا راه طاب راه كيجي صراحه محمر وزوين كيف قلت لكم غير قابلوه راه غيجيكم كيف هذا اللون هذا
ملي كيجي رطب بزاف. دابا غادي نقلبو الجينواز ديالنا في بابير اخر. كنشوفو الجينواز ديالنا هذا هو. هنا كنهزو واحد السربيطه كنغسلوها كما راكم تشوفوا. راني درت السربيطه راه غنتها بالماء غير الماء عادي ديال روبيني. بسم الله. كنرويو الجينواز ديالنا وكنحطوه على جنب هكا. غنجي تاني معاكم لاكريم. غادي نطلعوا لاكريم شونتي. هنا عندي كاس ديال العنبه حليب بارد، يعني بارد درتو في المجمد. هكا باش يطلع لينا لاكريم فريش مزيان. هنا ندير علبه كامله ديال لاكريم فريش. يعني معايا داك الكاس ديال الحليب راه بارد، ومدا بيا يكون عندكم الحليب يكون فيه شويه ديال الثلج، يعني يكون في المجمد مده طويله ويكون فيه شويه ديال الثلج. الصراحه راه تيطلع لاكريم زوين بزاف بهكاك، يعني ما تخافوش تقولوا داك الثلج غيأثر عليه. لا ما يأثرش عليه. هنا غادي نخلط لاكريم، يعني نطلعها ما نزيدش ليها انا لا سكر لا والو. انا هنا استعملت لاكريم فاني، شوفوا نتوما اش من كريم كتستعملوا وكترتاحوا ليها. ونطلع لاكريم بالمضرب ديال الضو ونرجع لكم. انا هنا انا راني طلعت لاكريم ديالي، ها هي. يعني القوام ديالها راه كيجي شاد. هنا غادي نحلو لا جينواز ديالنا. يعني كنجمعو هاد السرفيت هادي. هنا كنحلوها، يعني ما كنحتاجوش نسقيو الرولي، كيك رولي ما كيحتاجش يتسقى. يعني كنديرو واحد الطبقه ديال لاكريم.
صراحة هاد الجينواز راه كيجي يعني زوين وناجح 100%، يعني وسهل، ما فيش الخدمة، ما فيش والو، يعني في ظرف ساعات المكانة ولا غير 45 دقيقة راك وجدتي مسايلك، يعني وجدتي الكيك ديالك، كل شيء في الديزاين ديالو كيف ما بغى يكون الكيك، يعني كبير ولا صغير ولا درتي 3 ديال لي جينواز ولا 4، يعني كيجي سهل سهل. نو كنعاودو نغليو ولكن بلا قاعات، كيما كتشوفوا هنا راه ما كيتقطعش وما والو، ملي كيبقى شاد فراسو. ني نا بصيف نجيب القرش ديالنا، نجيب الحلواني باش كنخدمو، يعني نعمرو القرش باش تجي الخدمة شوية سهلة. هنا كنملسو يعني كتمشيو على واحد الجهه باش كتنقصوا داك الزوائد ديال لا كريم وكتقادو كريمه ديالكم مزيان. نعاود نعمر البوش، كيما نعمر البوش غادي ندير على حساب الديزاين، انا نتوما اللي كيعجبكم، يعني انا غادي ندير هاد الطريقه هادي. نعمر البوش بداك شويه ديال الكريم لي شط باش نزوق بها من الفوق،
نزيد شويه ديال الكريم باش ندير الورده الاخيره. هنا غادي نجيب الشوكولاط اللي صايبت. هنا كيف ما قلت لكم هذا الشوكولاط هذا انا اللي قديته، يعني ماشي شريته، يعني الشوكولاط الابيض لونته. مازال نخدم معكم ان شاء الله الطريقه. يعني تزين على حساب الرغبه بطبيعه الحال، ممكن تخلوه سامبل على حساب نتوما اش كتفضلوا. نتوما الكيك ديالنا راه وجد معنا، يعني كيجي الصراحه زوين، يعني زوين بزاف كما كتشوفوا. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نقطعوا واحد الطرف باش تشوفوا الكيك من الداخل كيفاش كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا الكيك ديالنا ها هو راه كيجي زوين زوين بزاف بزاف بزاف، يعني كيجي رطب بزاف، يعني كيتقطع معنا بسهوله. كما راكم تشوفوا راه رطب، يعني كيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتشتركوا القناه ديالي مع الحباب والصحاب وتبارطاجوها. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد كيف العاده بوصفات جديده.